معنا راح يكون الأستاذ راشد البدل الإدارة العامة للجمارك، سيتحدث عن عمليات التهريب الجمركي وضبطيات الجمارك الكويتية خلال عام 2012. فريق الرياضة. أنا مكافح مخدرات الشغل الشاغل لجمارك بالكويت. طبعاً مسيرة الجمارك الكويتية منذ تأسيسها وأسسها المقبول له الشيخ مبارك الصباح سنة 1899 كأول دائرة في الكويت، تعتبر رحلة طويلة من النجاح والاستمرار والتواصل منذ بدء، وحتى الآن لا تزال إدارة عامة للجمارك تشق طريقها الملتزم والداعي لتنشيط الحركة التجارية ومواكبة التطورات العالمية ومواجهة التحديات المستقبلية. وكما أن الإدارة العامة للجمارك تؤدي دورها الهام على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية وتساهم بكل قدراتها وإمكانياتها مع جهود آخرين في مكافحة آفة المخدرات الخطرة التي انتشرت وأثر اجتثاثها من جذورها والقضاء عليها نهائيا قبل أن تفتك شبابنا وتقضي عليهم وهم أمل المستقبل ودرع الوطن. وقد خلقت الإدارة العامة للجمارك جهازين خاصين لمكافحة المخدرات وهما مكتب التحرير الجمركي ومكتب تبادل المعلومات بالإضافة إلى أعمال أخرى، ولكن صلب عملهما هو مكافحة المخدرات وزرع المصادر وتحليل المعلومات وتبادلها مع الدول الصديقة والشقيقة. وقد دامت منذ تأسيسها سنة 1899 على محاربة آفة المخدرات. صور توضيحية بعض الضبطيات الجمركية الأمنية المميزة. طبعاً عملية التهريب هروية عن طريق أخبار تجوابي بسرية بالحذاء 82 كيلو مادة الأفيون مخبأة في الأعلاف حيوانية الطبون في ضبط في 10 كيلو مادة الغاز المواد الغذائية في ضبط 162,988 حبة كيبتي، هذه بس من منفذ واحد اللي هو جمرك الجوي. مادة الأمفيتامينات المخدرة في علبة مزيلة للعرق بعض الطرق اللي وقد أثمر التعاون الإدارة العامة لجمارك وزارة الداخلية بكشف الكثير من القضايا الهامة والخطرة. في طبعا تعاون بينه وبين الإدارة العامة المخدرات تعاون شبه يومي وثيق، ونشتغل معاهم على الخط يوميا، يعني يكون احنا معاهم عن طريق الاتصال وعن طريق. فتم ضبط بعض القضايا المميزه، يعني هذا تشوفها هنا، هذه ضبطها بطريقه السجاده نفسها معبيه كلها هروين. وفي ماده ثانيه اللي هي طن نص ماده الحشيش بالتعاون مع الاداره مع وزاره الداخليه. طبعا هنا جدول الضبطيات الامنيه عندنا سنة 2011، عندنا حبوب مخدرات عندنا 510 حبوب، مشروبات كحولية حوالي 15,456، عندنا حشيش حوالي 7 كيلو 2,229 جرام، عندنا هيروين 3 كيلو 642، عندنا العاب ناريه. طبعا احنا لا يخفى عليكم ان احنا الاداره العامه للجمارك حتى الالعاب الناريه والمغلل والامور، عندنا اموال مهربه 56,000 اللي هي تكون طبعا غسيل الاموال. طبعا مثل ما ذكر العميد قبل فتره نتكلم عن مخدرات والامور وهذه اللي تكون فيها عمليه غسيل اموال، طبعا تنقسم عن طريق المواد المهربه جميع اشكال سواء مخدرات خمور مغلد والاشياء هذه. عندنا اسلحه وبخائر، عندنا ورق البان، عندنا المرقوانة، الافيون، الشبو، الافلام الاباحيه، مواد التصنيع الاوليه للخمور. اعداد الجنسيات تحمل اكثر تهريبا الضبطيات الامنيه. عندنا طبعا احنا صنفنا الجنسيات، عندنا الجنسيه المصريه حوالي 70 حاله، عندنا السعوديين 18، ايراني 10، كازاخستاني 3، افغاني 3، هندي 9، سوري 2، كويتي 5، عراقي 3، باكستاني 3. خطوط سير المتهمين واقع الضبطيات الأمنية، طبعا عندنا مصر 41، السعودية 20، إيران 11، العراق 24، الإمارات 11، كازاخستان 1، الصين 9، قطر 2، أفغانستان 2. رسم بياني وضع الضبطيات الجمركية الأمنية في الإدارة والمناطق الجمركية. طبعا عندنا هني تصدر هو المنفذ للمطار
هذه 89%. بعدين عندنا الجمرك البري اللي هو 48%. عندنا الموانع الشمالية تقريبا 18%. عندنا رقابة التفتيش اللي هي 5. عندنا موانع جنوبية 2. عندنا خطوط سير وجنسيات مهربين وبقضيات الجمركية الأمنية. هي طبعا يوضح خطوط السير هي السعودية، إيران، الإمارات، الصين. طبعا في بعض الدول تكون ترانزيت حق الكويت. عدد تغطيات الكحول خلال ربع السنة من أول 2012 إجمالي عدد تغطيات الكحول 6 محافظات بالضبط. طبعا العدد الإجمالي 4486 سجادة. لذلك سخرت دولة الكويت إجهزتها الأمنية لمحاربة هذه العدوى، الإدارة العامة للجمارك، وزارة الداخلية، وزارة العدل، تعاون وتعاون يومي بين ما بين الإدارات، الإدارة العامة للجمارك، وزارة الداخلية، وزارة العدل. طرق الوقاية من المخدرات، التربية السليمة، القدوة الحسنة، قرص القيم والأخلاق في أبنائنا منذ نعومة أطفالهم، التربية الدينية، مراقبة تصرفات الأبناء، السعي لمعرفة من يخالط وذلك منعهم من مخالطة أصدقاء السوء والصاحب ساحب، الرقابة على المواد التي يشاهدها الأبناء في جهاز التلفاز. دور المدرسة في درس العلوم الدينية والقيم والأخلاق السليمة في ذهن الطالب منذ رياض الأطفال، متابعة سلوك الطالب وإبلاغ ولي الأمور فور ملاحظة ثم يثير الريبة. حث الطالب على شغل وقت فراغه بالنشاط المفيد كالنشاطات المفيدة والرياضة، إقامة الندوات والاجتماعات التوعية بمخاطر المخدرات، إقامة الخيرات الكشفية للطلاب.